معتز، البطوله دي بتمثلك ايه بقى كلاعب في النادي الاهلي؟ انت كنت مرن باستمرار مع الفريق الاول وكنت خيار موجود مع الفريق الاول في النادي الاهلي، وفجاه ما لقيتكش، ايه اللي حصل وازاي ممكن ترجع الفريق الاول مره تانية؟ والله بالنسبه لموضوع الفريق الاول ده، يعني انا قعدت معاهم حوالي 7 8 شهور، بعدها كنت موجود في قطاع الناشئين تاني، ما عنديش اي فكره والله ايه السبب. بس انا طبعا يعني تحت امر النادي في اي حاجه، انا عليا بس ان انا اشتغل واتمرن، واكيد في اي وقت هيبقى في فرصه تانية موجوده يعني، مستنيها اكيد طبعا. حاسس انها جايه قريب ان شاء وكنت الله. عامل حساب ان شاء الله ان البطوله دي تكون سبب في ان انا النادي ياخد باله مني تاني ويطلعني تاني في الاول يكون ليا دور يعني باذن الله. انت موقفك مختلف يا احمد، يعني السنه اللي فاتت ما شاء الله فنشت مع النادي الاهلي وظهرت بشكل جيد وقدمت اوراق اعتمادك، لكن يبدو انك كنت عايز تاخد فرصه اكتر تلعب مع احد انديه الدوري الممتاز، وانا عرفت النادي الاهلي مشيت وطلعت السيراميكا، فعارى ظروف المنتخب ما خلتكش تشارك، لكن موجود دلوقتي على الاقل في القائمه في معظم المباريات. شايف ازاي الدنيا، النقله عامله ازاي؟ وكل شويه بسمع انه عابدين احتمال يرجع النادي الاهلي، هل هترجع ولا مش هترجع في يناير؟ واحكي لي الدنيا ماشيه ازاي. يعني انا لسه ما جاليش الخبر من النادي، بس انا طبعا تحت امر برضو النادي، وقت ما يقول لي ارجع هرجع على طول. تموتوا في النادي الاهلي اول ما الاهلي يقول لكم تعالوا جري على النادي الاهلي. طبعا بس انا طول ما انا مع سيراميكا انا هلعب ليهم، ملتزم ومركز وهدي، يعني لو شاركت ان شاء الله هدي بلعب كويس. بس انت موجود في السكور على طول دلوقتي؟ الحمد لله كويس. اول ما اشارك يعني ان شاء الله، عشان ارجع برضو النادي الاهلي رجلي في الملعب وده مهم جدا. طبعا ان انا ارجع عندي خبره، لعب ماتشات شويه فرجلي في الملعب، فواخد على الموضوع اكتر، غير لما كنت طالع من الناشئين. صحيح. كنت يعني كانها لسه ما خدتش على الموضوع قوي، كانها لسه مفاجاه ليا ان انا مع الفريق الاول لسه ما لعبتش ماتشات. لكن زي ما بقول لحضرتك، لو راجع من وانا لاعب ماتشات هبقى عندي ثقه في نفسي اكتر. ده صحيح. فطبعا هبقى راجع بخبره وعندي ثقه في نفسي اكتر يعني.